يلا ما 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 شمس، أخيرا وصلتي للهدف اللي أنت كنتي تسعين له من بداياتك. الحمد لله الثقافة والإلمام والحكي عن الدين والثقافات المختلفة وكل الحين هذا العصر صار عصير، والحين تمثل في حفلك في النايت كلاب أوميني في بغداد. هذا الهدف صح، لا تقولي العروس، لا تقولي المهرجانات، حفلة في نايت كلاب، هذا هو الشيء، هذا الهدف. انت طبعا كان شعارك طول هذه الفترة والسنوات ان من سار على الدرب وصل، ووصلتي فعلا. طبعا اكيد غنيتي لهم السمفونيات مالتك الخالدة، طفي النور، شب النور، و احبك موت يا محمد، وطق اصبع واشطح، ومين الشطح قوي الصراحة. استمري، انا اراهنك ان لو ام كلثوم عايشه كانت غنت اشطح وطفي الليت واحبك موت يا محمد وطق اصبع. هي يعني حطوا لفين اغاني زيدي. فصراحه هذا هو الفن والهدف. ذكرتني الله يرحمه حسن مصطفى لما بنته في العيال كبرت قالت له حشتغل فنانة يا بابا، قال له حترسمي حتمثلي ولا حتكتبي شعر؟ قال له سعيد صالح هو ده فني برضو يا راجل، هذا الفن.